عبد الوهاب وأميرة شابان يطمحان كغيرهما لولوج عالم الشغل وبناء مستقبلهما. القطاع الاقتصادي بولاية برج بوعريريج يعرف نشاطا يتيح لعبد الوهاب وأميرة وغيرهما من عشرات بل مئات الشباب فرصة لذلك. حبيت نشوف وين هالبلاصه المليحه، كيفاه، واش نقدر ندير، وشما لي زوفر اللي كاينين. بعد تخرجي من الجامعه وتحصلي على الشهاده ارتأيت الى زياره الموقع لانام على الموقع الالكتروني، وسجلت في على الوسيط وقدمت المعلومات كلها. منذ بدايه العام الحالي وخلال الاشهر الخمسه الاولى تم استحداث 9300 منصب عمل مؤمن اجتماعيا ومؤهل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل التي استقبلت 9734 عرض عمل من قبل أرباب العمل والمؤسسات المستخدمة. لانام ساعدتنا كثيرا في استقطاب عمال جدد للتسهيلات اللي عطتهم لنا. احنا عندنا عدد كبير من المتمدرسين والمتمهنين، ومجرد ما يخرجوا من عندنا يروحوا يسجلوا نفسهم في لانام، ولانام عندها كل المتطلبات تاعنا، نعطولها بين فتره كل فتره نعطوها كل الاحتياجات تاعنا في مختلف الاختصاصات. هناك العديد من التسهيلات التي لقيتها الشركه يعني من طرف جميع السلطات هنا في ولايه برج بوعريريج، من مختلف جميع المديريات المحليه والسلطات المحليه، ايضا من خلال يعني الوكاله الوطنيه للتشغيل التي قدمت كل التسهيلات لتوظيف العمال. عطاولي نخرج الملف، ابري درت لونتروتيا هنايا في الدياراش، عطاولي دوسي طبي ثاني درت فيزيت ميديكال، ابري عطيت لهم دوسي كامل دو جور والله عيطولي. هذه الديناميكية الناتجة عن التسهيلات المقدمة للمستثمرين ومرافقتهم سواء من قبل السلطات المحلية أو على أعلى مستوى في إطار مساعي بعث نهضة اقتصادية مستدامة، سمحت بخفض نسبة البطالة إلى حدود 10% بالولاية بعد أن بلغت 13% خلال فترة جائحة كورونا. سنة 2023 بدأت نسبة البطالة كذلك انخفضت إلى أدنى إلى غاية 10.12، وهذا بفضل العديد من الإجراءات اللي تمت واللي اتخذها السيد ولي الولاية في إطار في العديد من هذه الإجراءات اللي تتمثل في منح رخص الاستغلال، مرافقة المؤسسات الاقتصادية. كاين مؤسسة اللي راح خلال السنة من ابتداء من سبتمبر إلى غاية السنة المقبلة راح توصل إلى 5000 تنصيب جديد. الانتعاش الذي تعرفه ولاية برج بوعريريج على مستوى المؤسسات الاقتصادية خاصة شركات الأجهزة الكهرومنزلية من شأنه أن يعيد أرقام البطالة إلى حدود 8% بنهاية العام الحالي، مع توقع بلوغ 19,000 منصب مستحدث في القطاع الاقتصادي سواء العمومي أو الخاص.